عيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير في اول ايام عيد الاضحى المبارك وتحت عنوان عيد مترسي يقضي افراد الجيش الوطني ورجال المقاومه الشعبيه اول ايام هذا العيد في هذه المواقع وخاصه مواقع التماس في هذا الموقع موقع يعيس يقف رجال المقاومه هنا نلتقي باحد رجال الجيش الوطني ليطلعنا عن معنوياتهم في هذا اليوم بسم الله الرحمن الرحيم معنويتنا عاليه نهنئ الشعب اليمني بشكل عام عيد الاضحى المبارك واحنا في هذا العيد نعزز في متارسنا من اجل اولادنا واسرنا يطمئنوا من المعتدين وما زلنا صامدين بوجه العدو بمتارسنا مع افراد الجيش الوطني ومع المقاومه الشعبيه شكراً إذن نلتقي هنا بأحد أفراد بأحد رجال المقاومة الشعبية في جبهة يعيس كيف تقضون أول أيام العيد بعيدين عن أسركم وأهاليكم نقضي أيام العيد عيد الأضحى المبارك في فرحة وسرور في متارسنا وفي مواقعنا في خط التماس الأمامية ونحن نقول لأهلنا وأبناءنا في البيوت نحن في امان وانتم في امان ان شاء الله ونبشركم بان النصر قريب، النصر قريب باذن الله سبحانه وتعالى. اذا هذا هو حال جميع المواقع في مختلف جبهات القتال في محافظه الضالع حيث يتواجد رجال الجيش الوطني وافراد المقاومه الشعبيه منذ اكثر من عام ونصف ولا يفرقون بين يوم واخر وكما يقولون بان عيدهم الاكبر هو يوم الانتصار على ميليشيات الانقلاب، محمد المريسي قناة بلقيس الضالع